بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم طيبين. أيام قليلة إن شاء الله وهل علينا شهر رمضان الكريم، أيام الخير والبركة. الوقت اللي احنا فيه وقت مهم جدا على الصعيد العالمي، بنتكلم على تحديات كتيرة تواجه البشرية، إذا كنا بنتكلم على تغيرات مناخية أو على فيروسات وفيروس كورونا، أو إذا كنا بنتكلم على اقتصاديات وأحداث سياسية تأثيرها مباشر على كل دول العالم ومنها المواطن. وإحنا بنتكلم دايما على الأمن القومي الغذائي، واضح أن الدولة المصرية الحمد لله الإعلان من أول يوم عن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وده شيء مطمئن. في نفس الوقت حزمة من الإجراءات والتوصيات لضبط الأسواق ومنع عملية الاحتكار، وإن إحنا يكون في تلاعب بالسلع الاستراتيجية. والحمد لله الشعب المصري عدى أزمات كتيرة جدا وتعامل معاها وقدر إن هو يكون في أمان. ربنا سبحانه وتعالى أمن مصر وشعبها. المرحلة دي تحدياتها كتيرة ومختلفة، محتاجة مننا وعي أكتر، محتاجة مننا إن إحنا يكون المواطن يكون عليه دور. عمر ما مصر هتتقدم حكومة فقط أو بدور الحكومة فقط، الحكومة والشعب. إحنا لازم يكون كل موقع أو كل عمل أو كل وظيفة ليه دور بعمله، ليه عمل ليه مردود ونتيجة بتبان في يومي. وإذا جينا نتكلم على النموذج الجميل اللي دايما أنا بحب إن أنا أشاهده وتابعه، هو الفلاح المصري. هو ده النموذج اللي دايما بيشتغل وهو في صمت وفي عزيمة وفي إصرار، عنده وطنية وولاء شديد. لما بيتواصل معايا عمره ما بيتكلم عن مشكلة شخصية، لا، ده هو بيكلمك عن مشكلة هي مرتبطة بالزراعة وبالإنتاج وبالتنمية. ده نموذج لو احنا قدرنا نطبقه في كل أعمالنا وحياتنا اليومية صدقوني هننجح. في هذا التوقيت الاستعداد الكامل من الدولة لأهم محصول استراتيجي وهو محصول القمح، لأن انت بتتكلم على رغيف العيش واللي المواطن نفسه عارف قيمته، واللي الدولة فرضت عليه التسعيرة الجبرية في هذا التوقيت أو حددت سعره علشان يبقى فيه التزام بالسعر وبالوزن لضبط السوق. طيب، موسم التوريد من المواسم المهمة جدا. انت بتتكلم على موسم هو عيد للفلاح، لأن هو ده التوقيت اللي بيورد فيه محصوله وبيحصل فيه على السيولة اللي هيشتغل بيها ويكمل. خلي بالك انت في هذا التوقيت بتستعد لموسم صيفي، بتستعد لمرحلة جديدة، فالمزارع بيبقى عاوز منك كمسؤول سرعة في وصول مستحقاته. الراجل ده عايز يصرف فلوسه، لأن صدقني وراه التزامات كتيرة، على رأسها أرضه، على رأس التزاماته أرضه والموسم الصيفي. ممكن يكون بيفضل متطلبات أساسية يومية لبيته ولأسرته بس يوفر احتياجات زرعه. فإن شاء الله يكون موسم ناجح، التعاون عليه دور كبير جدا. المزارعين المفروض يلاقوا تيسيرات كثيرة. تم الإعلان عن سعر توريد القمح قبل بداية الموسم، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بصرف حافز توريد. بقى علينا احنا دور آخر في التعاون، إن احنا نوفر مراكز تجميعية أو حلقات تجميعية علشان الحيازات الصغيرة. المزارع هيقول لك هو أنا لسه هاخد عربية وهأجر عربية علشان أوصل بيها لغاية أماكن التجميع أو أماكن التوريد؟ لا، هو عاوز مركز تجميع قريب منه، وده شيء مهم جدا. عاوز موظف يكون عنده الدقة والحرفية والسرعة. مفيش حاجة اسمها إن أنا أعطل الناس وإن أنا أشوف طوابير. المزارع اللي جاي لك ده جاي علشان بيساند دولته، بيساند بلده في توقيت مهم جدا، بيورد لك رغيف العيش. في متابعة من وكلاء وزارة الزراعة، في متابعة من التعاون، في متابعة من معالي الوزير، كل ده علشان يبقى موسم ناجح بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة أخرى. وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة التعاون الزراعي بين البلدين. استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفير خيرت لاما سفير كازاخستان في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي. حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمستشار الزراعي الكازاخستاني بالقاهرة. وخلال اللقاء أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين
في جميع مجال في جميع المجالات، وتناول الاجتماع أيضا التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. الزراعة، مديريات الزراعة في المحافظات تنظم اجتماعا لبحث وحس المزارعين على توريد القمح. في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه بمدير مديريات الزراعة بضرورة حث المزارعين على توريد محصول القمح وإطلاعهم على حزمة من الحوافز التي تقدمها الدولة لهم في مقابل التوريد، نظمت عدد من مديريات الزراعة بالمحافظات ندوات إرشادية اليوم لتوعية المزارعين بمنظومة التوريد والحوافز المقدمة من الدولة لتوريد القمح. ومن بين تلك المحافظات محافظة الفيوم والأليوبية والدقهلية وكفر الشيخ. وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم أنه عقد اليوم اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة. أنا معايا على الهاتف الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنة طيب يا فندم ولجميع العاملين بقناة مصر الزراعية. النهاردة احنا بنتكلم على استعداد كامل لاستقبال موسم من أهم المواسم وهو توريد الأقماح. بتنظموا هذه العملية ازاي؟ ايه الإجراءات اللي تمت؟ ايه الرسالة اللي حضرتك النهاردة بتوجهها لمديري التعاون علشان يقدروا يخدموا المزارع وييسروا عليه عملية التوريد؟ أولا يا فندم سامح بيه وأنا حضرتك كل سنة وأنت طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. موسم توريد القمح اللي هو الذهب الأصفر، وأقول لجميع مزارعي مصر بمناسبة بداية حصاد القمح إن شاء الله، أقول لهم كل سنة طيبين، وأقول لهم كل سنة طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وحضرتك بالصحة والسلامة. تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع العاملين بقناة مصر الزراعية القناة الأم الحاضرة. بنا في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمديري مديريات الزراعة في المحافظات، عقد اجتماع معالي الوزير معانا كل مع المدير مديريات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ومع الإدارة مع رئيس قطاع الخدمات دكتور عباس، وشرفت في هذا الاجتماع مع معالي وزير الزراعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات. هناك توجيهات وتعليمات من معالي وزير الزراعة المدير مديريات الزراعة وجميع قطاعات الزراعة بالاستعداد لموسم القمح وحس المزارعين على توريد المحصول وتسهيل إجراءات التوريد. ستم عقد عدة اجتماع في مديريات الزراعة في حالة استنفار كان اليوم في مديرية الزراعة على مستوى الجمهورية الفيوم، وحضرت وشرفت بالحضور مع الزملاء في مديرية الزراعة بالفيوم، في محافظة أسيوط اليوم، في محافظة الأليوبية، في محافظة الدهلية، لحث مزارعي مصر على توريد محصول القمح. سيادتك المحصول الأمن في هناك خطوات استباقية للدولة المصرية في المشروع القومي للصوامع، تم انشاء العديد من الصوامع تستوعب كميه كبيره لا تقل عن من 5.5 ل 6 مليون طن. احنا الدوله المصريه زرعت السنه 3 مليون و650 الف فدان، ان شاء الله متوقع انتاجيه لا تقل 10 مليون في 10 مليون طن، مستهدف توريد 6 مليون طن للصوامع. هناك اجراءات قامت بها الدوله المصريه لرفع سعر القمح في بدايه الموسم، وفي فتره القياده السياسيه رفع سعر القمح، في هناك حافز توريد حوالي 65 جنيه، يبقى الأردب حيصل من 865 حسب درجات نقاوة 875 885. الاجتماعات الهدف منها حث مزارعي مصر على توريد محصول القمح، وكان الاجتماع مع جميع الجمعيات المركزية الجهاز التعاوني في محافظة الفيوم وجميع المديرات، كان هذا بين مديرية الإدارات الزراعية ومديرية الإدارات التعاونية والجهاز التعاوني في المحافظات لتسهيل إجراءات توريد القمح ومنع الوسيط، بحيث الحوافز التوريد تصل للفلاح المصري ليستفيد من هذا الحافز. في نقاط تجميع قامت بها وزارة التمويل لتجميع القمح بحيث تكون في أماكن قريبة من فلاح مصر، زي ما قلت حضرتك إن ممكن الفلاح مع 5-6 أردب مش هيروح بيه، بيروح بعربية، لا هيبقى في تجميع وتسهيل إجراءات لتوريد أكبر كمية من حصول القمح. وزارة الزراعة هناك توجيهات صارمة من معالي وزير الزراعة على جميع العاملين في القطاع الزراعي النشر الوعي مع فلاح المصري بحيث توريد أكبر كمية من محصول القمح الذهب الأصفر، وخاصة أن الزراعة هي القطاعات القطاع الوحيد لم يتأثر بثورات أو في فترة كورونا
مفيش يوم ان الفلاح المصري عم يضرب، لا القطاع الزراعه صامد، وخاصه في فتره كورونا هناك العديد من الصادرات اللي تم تصديرها خارج الدوله المصريه. دكتور انور، النهارده واحنا بنتكلم حضرتك عارف طبيعه تفتت الحيازات وفي مساحات صغيره كثيره، علشان يبقى عندي مراكز تجميع ده محتاج التنسيق مع وزاره التموين، هل بداتم التنسيق فعلا؟ لان خلاص موسم التوليد هيبقى كام؟ 1/4؟ يا فندم من هناك خطوه استباقيه كانت المعالي وزير الزراعه من ثاني يوم، كانت ثاني يوم صباح ثاني يوم الحرب الاوكرانيه الروسيه، عقد اجتماع معالي وزير الزراعه معانا من القائمين او المنوطين بالقطاع الزراعي في الجمهوريه مصر العربيه، خطوات استباقيه بالتنسيق والتناغم مع وزاره التموين بتوفير مناطق نقاط تجميع وتسهيل اجراءات استلام القمح من المزارع المصري. تمام. لو جينا نتكلم على أسئلة المزارعين، أنا عارف إن حضرتك بتبقى موجود معاهم بتسمع منهم وتتكلم، إيه هي أهم الأسئلة اللي سمعتها؟ إيه التخوف اللي موجود عند المزارع؟ المزارع المصري يا فندم هناك لا يوجد في ما فيش تخوف، لأن تم مناقشة وحل جميع المشاكل اللي هي خاصة بالتوريد، هي كانت نقاط التجميع، الحافز التوريد، فكل حاجات إن شاء الله سيتم مجرد ما المزارع صرف المستحقات. هل تحدد ان هو هيبقى بعد قد ايه من التوريد؟ خلال من 24 48 ساعه هياخد مستحقاته كامله الفلاح المصري ان شاء الله، المزارع المصري بعد توريد القمح ان شاء الله. ان شاء الله هيكون موسم ناجح. بشكر حضرتك على هذه المداخله، بالتوفيق الدكتور انور عيسى رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي، ان شاء الله هيكون موسم ناجح. وانا عارف يعني عندي ثقه بالله سبحانه وتعالى، وشفت المزارع المصري ووطنيته وكيف يقدم عمره للدولة، وإن هو دايما بيكون في الصفوف الأولى في أي أزمة. الموضوع محتاج مننا إن احنا نبقى كلنا إيد واحدة نحافظ على الأمن القومي الغذائي. وزير الري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4738 كيلومتر. قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال اجتماعه مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري وعدد من قيادات الوزارة، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4738 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4095 كيلومتر، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2836 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقم بأطوال تصل إلى 61 كيلومترا. وأضاف عبد العاطي أن الكثير من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليه بإلقاء المخلفات به، مما أثر سلبا على نوعية المياه، وأيضا أثر على المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة في أول أسبوع من رمضان. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد شهدت أمس آخر يوم من الموجة الباردة، ومع ساعات المساء أصبح هناك اعتدال في سرعات الرياح، ولذلك لم يشعر المواطنون بانخفاض الحرارة بالشكل الملحوظ. وأضافت أنه اعتبارا من اليوم شهدت البلاد ارتفاعا بشكل تدريجي في درجات الحرارة، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء. ولفتت أن الطقس خلال ساعات النهار دافئ، لكن مع غياب أشعة الشمس في فترات الليل الطقس يزل شديد البرودة، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة التي تشهدها البلاد على مدار الأسبوع، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية في نهاية الأسبوع. التمور من أجمل الملفات اللي ممكن تتكلم عنها وتتخيل فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى. النخلة، الشجرة المباركة، ثروة للوطن العربي قدرنا نستفيد منها اقتصاديا، وكانت مصدر للخير والنماء في أماكن كثيرة. في هذا التوقيت بدأت الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشاريع عملاقة للتوسع في زراعة النخيل بأصناف جديدة. والفرق هنا ان انت بتتكلم على صنف يكون ليه عائد اقتصادي، يكون فيه ميزة نسبية اقتصادية. طول عمرنا بنشوف النخيل ومحافظة الوادي الجديد وزراعته وحصاده، وعاوز اقول لحضراتكم للأسف
اللي كان بيتم تسويقه من الكمية المنتجة داخل الوادي الجديد كانت تقريبا من 60-70%، لأن أنت عندك أنواع يعني نقول سعرها قليل بالنسبة لبعض الأصناف الحديثة زي المجدول. النهاردة وإحنا بنشوف زراعة النخيل وتطورها والبحث العلمي وزراعة النخيل بالشتلات، ونقدر نقول إن إحنا في عصر جديد يستفيد من الموارد المتاحة. كان في مهرجان التمور في حديقة الأرمان، ودي كانت فرصة جميلة جدا علشان الزائرين يتابعوا كل ما هو جديد، واللي لفت نظري بصراحة إن إحنا ابتدينا نهتم بجودة المنتج، التعبئة المناسبة لمنتج يعتبر ذو قيمة مرتفعة غذائيا، وده شيء مهم إن أنت يبقى عندك تعبئة وتغليف تتناسب مع جودة المنتج. ابتديت أشوف عدد كبير من الشركات كانت موجودة في هذا المهرجان، وده كان شيء مفرح لأن أنت بيحصل عندك رواج اقتصادي ومواطن بيستفيد. هيكون معايا بعد الفاصل الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، ونناقش مع بعض الجديد في زراعة النخيل وتحديات هذه الزراعة.